يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. عندنا أخبار كتير متنوعة سواء على الصعيد المحلي العالمي، وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، في أخبار وتفاصيل مهمة جدا على مدار حلقة اليوم من هذا البرنامج. كمان مستنيين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو في رأي حضرتك مين هو أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز بعد انتهائها، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقة اليوم من الترند. لكن البداية دايما بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: بعثة الأهلي تتوجه إلى النيجر لبدء مشوار العاشرة بإذن الله. لسه مع ترند الأهلي: عبد الحفيظ رئيسا للبعثة. أما في ترند العالمي: بيج رامي يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، ألف مليون مبروك. طيب، أهم مباريات اليوم في مختلف الدوريات العالمية. النهاردة في عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي تحديدا، هو أقوى دوري في العالم يعني في كل الأحوال. برايتون لعب مع شيفيلد يونايتد، مباراة شهدت حالة طرد في صفوف شيفيلد، ورغم ذلك انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وبرايتون هو اللي تعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق ويلبك في الدقيقة 87 تحديدا، هدف لبرايتون في شباك شيفيلد يونايتد عشان تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. في هذه اللحظات مباراة ابتدت الساعة 4:15 ما بين توتنهام وليستر سيتي، شغالة لحد دلوقتي تعادل سلبي بدون أهداف، مباراة قوية جدا. مانشستر يونايتد عنده أيضا مباراة غاية في القوة أمام فريق ليدز يونايتد الساعة 6:30، وويست بروميتش ألبيون مع أستون فيلا الساعة 10:15 بالليل. الدوري الأسباني: سيلتا فيجو مع ديبورتيفو ألافيز، مباراة انتهت بفوز سيلتا فيجو بنتيجة 2-0. غرناطة هيلعب كمان ربع ساعة مع ريال بيتيس، وكادش مع ختافي الساعة 7:30، وإيبار مع ريال مدريد الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي: عدد كبير من المباريات النهاردة. تورينو اتعادل مع بلونيا 1-1، مباراة كمان شغالة دلوقتي ما بين بينفينتو وجينوا، تعادل سلبي بدون أهداف. كالياري في نفس التوقيت بيلعب أودينيزي، تقدم كالياري 1-0 حتى هذه اللحظات. الإنتر بيلعب سبيزيا والتعادل السلبي مازال مستمر. ساسولو خسران من ميلان 2-0، مباراة أيضا بتلعب في نفس التوقيت، والساعة 7 هتكون مباراة أتلانتا مع روما، والساعة 10:15 لاتسيو مع نابولي. دي أهم المباريات في الدوريات الكبرى في أوروبا تحديدا، لكن التفاصيل بقى الأهم بالنسبة لنا هي تفاصيل النادي الأهلي، وبالتحديد كل ما يتعلق بالفريق الأول لكرة أخبار، وهتكون معنا بعد الفاصل، استنونا. الله يبارك لك يا ابني، والله أفشة فرح الملايين بصراحة بالجون ده. طبعا أفشة النهاردة كمان توج مجهوده ومجهود كل زملائه من خلال فوزه في التصويت اللي أصدره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حسابه الرسمي على تويتر، في منافسة قوية جدا مع شيكابالا لاعب نادي الزمالك، ومنافسة على أجمل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020. هو فعلا أجمل هدف وأغلى هدف وهدف القاضية ممكن، هدف القرن في مباراة القرن، هدف التاريخ، وأفشة دخل التاريخ من خلال الهدف ده، وفرحنا كلنا فرحة كبيرة جدا. وبالتالي أكاد أجزم أن ده هيكون أهم وأغلى هدف في تاريخ أفشة من أي هدف تاني هيجيبه، وهو لسه هيجيب أهداف كتير إن شاء الله مع النادي الأهلي، لكن ده هيفضل أهم وأغلى هدف في تاريخ محمد مجدي أفشة، وهيفضل أهم من ضمن أهم وأغلى الأهداف بالنسبة للنادي الأهلي في تاريخه، وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي بشكل عام. فمليون مبروك لأفشة فوزه بأفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد منافسة في الحقيقة كانت قوية وصعبة مع هدف شيكابالا في مرمى النادي الأهلي أيضا في النهائي، لكن الجمهور اختار، الجمهور اختار إن هدف أفشة اللي هو الأغلى وهدف اللقب وهدف البطولة الأغلى كمان بالنسبة للنادي الأهلي، إنه يكون هو أفضل هدف في البطولة دي. في أكتر من هدف كمان كانوا في المنافسة، لكن في الآخر كان الاستقرار على الهدفين دول، يعني مثلا في هدف حسين الشحات في الوداد كان هدف أكثر من رائع كمان. لكن في كل الأحوال مبروك يا أفشة، ومستنيين منك الكتير، ونجم كبير جدا فرح
كل الاهلاويه، والفرحه بصراحه لسه مستمره بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. الفريق داخل في تحديات مختلفه وبيجهز سواء للتحدي الافريقي وشغال في التحدي المحلي، لكن الجمهور نفسه لسه فرحان بكل تاكيد ببطوله غاليه زي دي. ان شاء الله نكون في طريقنا كمان للبطوله رقم 10. سلام عليك يا بيبو، يعدنا الجون كمان تاني. احنا طبعا ما عندناش الحقوق ان احنا نذيع الجون يعني الحقيقي، لكن يعني كانك بتشوفه اهو بالظبط، جون مش هيتنسي، هيفضل في تاريخ واذهان كل الاهلاويه، مش الاهلاويه بس، جمهور الكره المصريه مختلف انتماءاته يعني. طيب بالتالي خليني اتكلم مع حضراتكم في بعض الاخبار اللي بتهم جمهور النادي الاهلي واخر اخبار الفريق الاول لكره القدم. وبما اننا ابتدينا محمد مجدي قفشه، فبنقول له كمان هو والسوليه ورامي ربيعه الف مليون سلامه عليهم بعد اصابتهم بفيروس كورونا، ونتيجه المسحه الطبيه الاخيره اظهرت اصابتهم، بالتالي تخلفوا عن السفر مع البعثه للنيجر. البعثه كانت اتحركت النهارده العصر، لكن ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل. عايز اطمن حضراتكم ان حالتهم جيده، ما فيش اي اعراض ظهر عليهم، لكن هي المسحه طلعت ان هم عندهم كورونا. طيب ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه؟ والكثير بيسال بخصوص مباراه الزمالك وامكانيه لحاق اللاعبين لهذه المباراه. قفشه والسوليه ورامي بكره تحديدا هيكون عندهم مسحه ثانيه، دي اول مسحه، وهيكون في مسحه كمان يوم الخميس، وهيكون في مسحه ثالثه يوم السبت. خلال المساحات دي نطمن عليهم باذن الله، اي مسحه فيهم يكون النتيجه بتاعتها سلبيه، عشان بالتالي يكونوا متاحين بالنسبه للجهاز الفني في مباراه الزمالك اللي هتكون يوم الاثنين اللي جاي، مش بكره طبعا، اللي بعده. فبالتالي نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء العاجل. طبعا بيضاف ليهم مستر بيتسو موسيماني اللي هو كان عنده كورونا اصلا من اكثر من يوم فاتوا، فبالتالي ايضا مش متواجد مع البعثه في رحله النيجر، نتمنى لهم الشفاء العاجل. بالتالي ايضا تم الاستقرار على ضم كل من سعد سمير وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري لقائمه الفريق المسافره النهارده للنيجر، وده تعويض للغياب الخاص بقفشه والسوليه ورامي ربيعه. طبعا ثلاثي مهم جدا سواء سعد او طاهر او شكري، ان شاء الله يكونوا اضافه للفرقه في حاله الاستقرار على الدفع بيهم في احداث المباراه ايا كانت، فان شاء الله نتمنى لكل التوفيق. كمان الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي تعرض للاصابه بفيروس كورونا، هو كان من المفترض يكون رئيس بعثه الاهلي في رحلته للنيجر، لكن النهارده النتيجه طلعت الصبح ان هو عنده فيروس كورونا، نتمنى له الشفاء العاجل. بالتالي تم تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بمهام رئاسه بعثه الفريق، وان شاء الله باذن الله نتمنى الشفاء العاجل للاستاذ محمد الضماطي، ونتمنى ان شاء الله البعثه تروح وترجع بألف سلامة بانتصار يكون غالي ويكون من الجانب المعنوي هام جدا قبل مباراة الزمالك يوم 8 بإذن الله تعالى. بالتالي أيضا خليني أقول لحضراتكم قائمة الفريق اللي سافرت النهاردة، هما دلوقتي في طريقهم، وتحديدا الطيارة اتحركت في تمام الساعة 3 عصرا في رحلة هتستغرق حوالي 5 ساعات وربع بالظبط. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكم ومحمود وحيد، ياسر إبراهيم، كهربا وحمدي فتحي، محمد الشريف وايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج وصلاح محسن، علي معلول واحمد ياسر ريان واكرم توفيق، جيرالد ومحمد هاني، طاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير. دي قائمه النادي الاهلي المسافره في هذا التوقيت للنيجر، واللي بكل تاكيد نتمنى لهم كل التوفيق في هذه الرحله الهامه، وتكون البدايه والانطلاقه قويه ومناسبه نحو السعي للفوز باللقب رقم 10 في تاريخ النادي الاهلي في بطولات دوري ابطال افريقيا. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي لقطات من المطار وتواجد بعثة النادي الأهلي قبل التحرك مباشرة على متن طائرة خاصة في اتجاههم للنيجر عشان يواجهوا فريق سنوديب الميلي، أو عفوا سنوديب بطل النيجر. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يرجعوا لنا بانتصار يكون غالي ويكون بيدي أريحية نسبية قبل مباراة الإياب اللي هتكون في مصر بإذن الله تعالى. عندي بقى بعض التفاصيل اللي بتتعلق ببعض الإصابات ومواعيد عودة هؤلاء اللاعبين، تفاصيل مهمة جدا وتطورات كمان بخصوص إصابة جونيور أجاييه، كل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.
طيب قبل ما اتكلم عن الاصابات بالتفصيل، خلينا نقول لحضراتكم كمان ان الاهلي خد قرار مهم جدا باصطحاب الشيف الدالي في رحله النيجر، وده امر مهم جدا. هو هيكون الرجل المسؤول عن اعداد واجبات الفطار والغداء والعشاء بالنسبه للبعثه بالكامل، وده امر غايه في الاهميه تحديدا في الظروف الحاليه بخصوص فيروس كورونا وما شابه ذلك. وكمان ده امر معتاد دايما بيكون متواجد في الرحلات الافريقيه الصعبه كمان تحديدا الشيف محمد الدالي، وان شاء الله باذن الله دوره دايما بيكون مهم مع الفرقه. فيما يتعلق بالاصابات، احنا عندنا بعض المصابين في فرقه الاهلي اصابات مختلفه، لكن هتكلم مع حضراتكم بتفاصيل اكتر بخصوص هذه الاصابات. وانا عايز ابتدي بيه وليد سليمان. وليد سليمان عنده زي الام في الركبه، التهابات كده في الركبه، فبالتالي ما قدرش ان هو يسافر مع البعثه للنيجر، لكن هيشارك بشكل طبيعي جدا مع الفرقه فور عودتهم باذن الله سالمين من هذه الرحله. هيشارك في التدريبات بشكل طبيعي وهيكون متاح للجهاز الفني في مختلف المباريات. نفس الحال بالنسبه لمروان محسن. مروان محسن عنده برضو التهابات في الركبه، الامر بسيط جدا ما فيش مشكله خالص، ايضا هيشارك في التدريبات عقب عوده البعثه ويشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي جدا. لكن تعالى بقى نتكلم عن ناصر ماهر. وناصر ماهر كان تم الاعلان عن اصابته مؤخرا، الاصابه اللي تعرض ليها في مباراه المقصه اولى جولات الاهلي في بطوله الدوري، وهي اصابه كانت عباره عن خلع في الكتف. هي جات له قبل كده الاصابه مع المنتخب الاولمبي لو تفتكروا في بطوله الامم الافريقيه للشباب، فبالتالي او للمنتخب الاولمبي تحديدا يعني، فبالتالي ما عملش جراحه، هو عمل تثبيت وتاهيل وشارك، لكن كان معروف انه معرض ان هو يتصاب نفس الاصابه مره ثانيه، وده اللي حصل. فبالتالي كان في قرار او كان في اتجاه، مش عايز اقول قرار، اتجاه ان يبقى فيه برضو تثبيت بالنسبه لناصر ماهر عشان تقدر تستفاد منه في المباريات الجايه، تثبيت وتاهيل وبرامج علاجيه. فكانت المده المعلنه 3-4 اسابيع لو كان هياخد نفس الاتجاه ده، لكن في الحقيقه كابتن محمود الخطيب يعني كان قرر وقال يا جماعه احنا عايزين كونسلت طبي يشوف حاله ناصر ماهر بالظبط ويشوف الافضل بالنسبه للاعب ويتعمل. وكان الافضل في الحقيقه ان يكون في تدخل جراحي، ونفس الراي كان عند ناصر ماهر عشان يتخلص من هذه الاصابه بشكل تام ويصبح او يصبح لائق للمشاركه مع الفريق بشكل طبيعي، عشان ما يبقاش عنده قلق ان الاصابه تعوده مره اخرى، لان كان ممكن الاصابه تعود تاني لو ما كانش عمل تدخل جراحي. المفروض العمليه هتبقى بكره ان شاء الله، نتمنى له الشفاء. هيغيب تقريبا كده شهرين، يعني بدل ما هيبقى شهر خلاص هيبقى شهرين طالما هيبقى في تدخل جراحي بالنسبه لناصر ماهر، لاعب مهم ونتمنى له العوده سريعا باذن الله. طيب عندي ايضا بعض اللاعبين اللي عايز اتكلم عن اصاباتهم، بالتحديد جونيور اجاييه. جونيور اجاييه في تطور في حالته، يعني كان عنده خلع في الوتر الوحشي للكاحل، فتم استشاره عدد كبير جدا من الاطباء. كان في اتجاه في الاول ان يبقى في تدخل جراحي، لكن لما تم استشاره الاطباء في بعض الدول الاوروبيه وتحديدا اعتقد المانيا ودوله اخرى، فكان في راي ان ممكن اجاييه يعمل بعض التدريبات التاهيليه اللي تساعده ان حالته تكون احسن، فبالتالي يستغنى عن التدخل الجراحي. طيب بالنسبه للاعب، اللاعب حالته في تحسن ملحوظ ومستمر وتطور ايجابي جيد جدا جدا، فبالتالي اصبح الاتجاه الاكبر بالنسبه لجونيور اجاييه ان هو ما يعملش او ما يبقاش في اي تدخل جراحي في كاحل اللاعب. فبالتالي ايضا مده الغياب اللي كان مقرر ليها 3 شهور هتصبح اقل من كده، مش عارفين بالظبط هتكون ايه او هتكون قد ايه، ده هيكون مترتب على مدى تطور حاله اللاعب واستجابته للعلاج من خلال البرامج العلاجيه والتاهيليه. فده في الحقيقه ايضا خبر يعتبر جيد ومهم، ربما يلحق اجاييه كاس العالم للانديه، هنشوف مع توالي الايام القادمه. لكن ناصر ماهر كده خلاص بنسبه 90% خلاص ما اعتقدش هيكون متواجد في كاس العالم للانديه بسبب غيابه لمده شهرين، لان كاس العالم للانديه في 1 فبراير يعني. طيب كريم نيدفيد وحشنا جدا، كريم نيدفيد وحشنا جدا، محمد محمود اثنين وحشنا كمان متولي، الثلاثه لعيبه تقال جدا ويفرقوا مع اي فرقه ويقووا جدا جدا قائمه النادي الاهلي. فانا هتكلم عن واحد واحد. كريم نيدفيد في المراحل الاخيره من البرنامج العلاجي الخاص بيه. احنا عارفين اصابات كريم نيدفيد كانت في الركبه وكانت اخر حاجه الغضروف، ويعني كان في مشاكل بالنسبه له في الركبه، ما كانش في استجابه للعلاج بالشكل المطلوب. لكن دلوقتي اللاعب بيعمل بعض التدريبات
والاحمال على الركبه احمال خفيفه وقويه وما فيش اي شكوى وما فيش اي الام، فده بالتالي مؤشر ايجابي ممتاز بالنسبه لحاله كريم نيدفيد. من المتوقع ان هو يعود للتدريبات الجماعيه مع الفريق اخر شهر فبراير او اوائل شهر مارس، يعني هانت باذن الله بالنسبه لكريم نيدفيد وتكون عودته مفيده بالنسبه للنادي الاهلي. بنفس الحال بالنسبه للاعب اللي بنفتقده جدا كمان محمد محمود اللي لسه الاهلي ما استفادش منه بسبب الاصابات، لكن عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيه وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي فور عودته من الاصابات المختلفه. حظه وحش قوي، 2 صليبي و1 غضروف، اخر اصابه الغضروف ماشي بشكل جيد جدا في برنامجه العلاجي، وبرده من المتوقع ان هو يرجع في نهايه شهر 2 اول شهر 3 يكون متواجد في التدريبات الجماعيه مع الفريق. محمود متولي كان عنده جراحه الرباط الصليبي وكان اجراها مؤخرا، وباذن الله ايضا الامور ماشيه بالنسبه له بشكل جيد وهيعود قريبا جدا للمشاركه مع الفريق. مفيش اي شكوى بالنسبه للثلاثي، كلهم ماشيين بشكل جيد في برامجهم العلاجيه وبالتالي كمان البرامج التاهيليه، وان شاء الله باذن الله يكونوا اضافه للاهلي خلال المراحل القادمه فيما بعد منتصف مارس تحديدا ان شاء الله ممكن يكون او ممكن نلاقيهم في قائمه النادي الاهلي لاي مباراه من المباريات في هذا التوقيت باذن الله. الجميل في قائمه النادي الاهلي هذا الموسم ان انت عندك عدد كبير ووافر من اللاعبين المميزين اللي يقدروا يرجحوا كفتك في اي وقت من الاوقات، حتى لو لا قدر الله في كم من الاصابات، لا قدر الله يعني ربنا يحميهم كلهم من الاصابات، فده هيساعدك في مختلف التحديات اللي انت هتاخدها خلال الفتره اللي جايه سواء محليا او افريقيا، وان شاء الله باذن الله يحقق كل طموحات جماهير النادي الاهلي كما هو المعتاد. دي اهم واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل اخرى تتعلق بالنادي الاهلي بشكل عام وعندنا امور محليه وعالميه كمان هنتطرق ليها، استنونا بعد الفاصل. ترند الاهلي مليء بالعديد من الاخبار المهمه اللي بتخص جماهير النادي الاهلي. خلينا نبتدي بحساب يلا كوره على فيسبوك واللي بيتمنوا فيه الشفاء العاجل لثلاثي الاهلي المصاب بفيروس كورونا، عودتهم سريعا للملاعب، السوليه قفشه رامي ربيعه. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه يعني حالتهم جيده جدا وان شاء الله باذن الله من خلال الثلاث مساحات اللي جايين ما قبل مباراه القمه يوم 28 ان شاء الله باذن الله يكونوا شفوا تماما من هذه الاصابه. كمان حساب في الجول على تويتر بيتكلموا وحاطين صور لبعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر للنيجر. بالمناسبة المباراة هتكون في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت النيجر. بإذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. طيب خلينا نروح لحساب فلاش كورة على فيسبوك واللي بيقولوا مبدع ممتع مقنع، أرقام محمد شريف أمام غزل المحلة أون فاير. يعني اللاعب متألق، هو في الحقيقة تألق في هذه المباراة بشكل جيد، لكن لسه محمد شريف ما عملش حاجة للنادي الأهلي، إحنا بنشجعه وبنحفزه، مستنيين منه كتير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، لكن الأرقام اللي هم يعني عارضينها أحرز 2 تسديدة بين القائمين حوالي 4 تسديدات. تسديدة خارج القائمين 3، تعرض لخطأ 1، عرضية خاطئة 1 بس، فقد الكرة 2، قطع الكرة 2. أرقام معقولة جدا بالنسبة لمحمد شريف في مستهل مشواره مع النادي الأهلي عقب عودته من الإعارة، وهو تاني هدافين الدوري الموسم اللي فات مع فريق إنبي. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق. نروح لسبورت 360 على تويتر وبيقولوا هل ينجو محمد شريف من لعنة الرقم 10 في النادي الأهلي، يعني في إشارة أن كل اللي ارتدوا رقم 10 أو معظمهم يعني بعد الكابتن محمود الخطيب ما كانوش موفقين شوية مع النادي الأهلي. جه أعتقد الكابتن علاء ميهوب لبس رقم 10، بس الكابتن علاء ميهوب ساب بصمة واضحة مع النادي الأهلي. كابتن وليد صلاح الدين اللي خد التيشيرت بنفسه من الكابتن محمود الخطيب ولعب لفترات طويلة جدا مع النادي الأهلي وتألق، وفي آخر فتراته مع الأهلي كان على الدكة وبالتالي رحل للاتحاد السكندري. جه بعديه اعتقد عماد متعب، بس عماد متعب كان نجم كبير، لكن عز عماد متعب كان بارقام مختلفه، اعتقد رقم 13 ورقم 9. كمان جه صالح جمعه ما كانش موفق خالص مع النادي الاهلي، قبليه كمان كان في وائل رياض، وائل رياض ما وفقش يعني مع النادي الاهلي، واحد نجوم وادى بشكل جيد لكن ما سابش بصمه واضحه يعني في كل الاحوال. لكن ان شاء الله نتمنى اخرهم صالح جمعه طبعا راح على النادي الاهلي ما كانش موفق، ان شاء الله لعنه هذا الرقم تنتهي تماما ويكون موفق من خلاله محمد شريف. طيب خلينا اروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل سواء ترند الاهلي او كمان بعض الامور والجوانب العالميه اللي هنتطرق ليها، استنونا.
رامي السبيعي الشهير ببيج رامي شرف كل المصريين، فاز بالمركز الأول في بطولة مستر أولمبيا 2020، وقصة كفاح كبيرة جدا جدا لهذا البطل المصري المتوج في أفضل وأهم البطولات في كمال الأجسام والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. فرحنا كلنا فجر اليوم بتتويجه بالمركز الأول، وبعد مشوار طويل جدا جدا بالنسبة له، حاول من خلاله أكثر من مرة أنه يحصد الميدالية الذهبية، بداية من 2013 اللي خد فيها المركز الثامن، وبعد كده يعني ماشي بشكل تدريجي مميز جدا. 2014 خد المركز السابع، 2015 خد المركز الخامس، 2016 المركز الرابع، و2017 المركز الثاني. مش عارف 2018 و19 شارك في البطوله ولا لا، هو ما كانش موجود او ملوش اي مركز في هذه البطوله، او ممكن تكون كان في امور اخرى تتعلق بالبطوله نفسها، لكن في 2020 وده الاهم بالنسبه لنا فاز بالمركز الاول. بنبارك له وبنبارك لانفسنا في الحقيقه، وحاجه تدعو للفخر، واحنا دايما دايما بنبقى يعني مهتمين قوي قوي باي واحد يرفع علم مصر واسم مصر في المحافل الاوروبيه والدوليه الكبيره اللي زي دي. بالمناسبه بيج رامي من كبار الاهلاويه، يعني راجل اهلاوي جدا وبيحب النادي الاهلي بشكل كبير، لكن الاهم بالنسبه لنا مش اهلي او زمالك، الاهم الراجل رفع اسم مصر في العالي يعني من خلال الفوز باهم بطوله لكمال الاجسام. نتمنى له كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. بالتالي خلينا نبتدي الترند العالمي بيج رامي وكلامه على انستجرام وحسابه الرسمي، وقال ايه؟ قال ان هو بيشكر كل مشجعي كمال الاجسام على الدعم الذي تلقاه بعد فوزه ببطوله مستر اولمبيا 2020 والتي اقيمت في امريكا، وبنبارك له طبعا، والف مليون مبروك يا رامي، وان شاء الله باذن الله دايما موفق. وحش ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله، الله اكبر يعني. طيب لسه كمان مكملين مع بيج رامي من خلال محمود حسن تريزيجيه نجمنا المحترف في استون فيلا، نتمنى له الشفاء العاجل خلال الفتره اللي جايه، واللي نشر صوره على حسابه على تويتر لبيج رامي وقال الف مبروك لفخر بلدنا. تريزيجيه في الحقيقه لاعب كبير ودايما داعم لابطال مصر وبيديهم دوافع كبيره جدا، بما انه واحد ايضا فخر بالنسبه لنا في الملاعب الاوروبيه والانجليزيه تحديدا. طيب خلينا ايضا نروح لجزئيه اخرى تتعلق بنجم نجوم مصر محمد صلاح، واحد ابرز اللاعبين على مستوى العالم، واللي امبارح احرز هدفين جمال قوي، بالتحديد الهدف الاخير، الهدف رقم 7 في مباراتهم امام كريستال بالاس. فبالتالي في تصريح مهم جدا للاعب كلافن فيلس نجم فريق ووسط ليدز يونايتد، واللي بيتكلم فيه عن محمد صلاح وبيقول: لم أشاهد لاعب أفضل منه طوال مسيرتي الكروية. في الحقيقة صلاح يعني حاجة تفرح، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق دايما مع ليفربول، بينافس على لقب هداف الدوري هذا الموسم بخلاف الألقاب الجمعية اللي تتعلق بالدوري الإنجليزي تشامبيونز ليج، عندهم فرص كبيرة جدا إن هم كمان يحققوا هذه الألقاب. نتمنى له كل التوفيق، رغم إن أنا حاسس إن صلاح مش مبسوط الفترة الأخيرة، ربما الموضوع يكون بيتعلق بشارة القيادة، إن هو كان بيتمنى في التشامبيونز ليج المباراة الأخيرة تحديدا إن هو يبتديها، لكن هم أدوها لترينت ألكسندر أرنولد رغم إن هو لاعب بعد محمد صلاح، لكن هو بيحترم على حسب تصريحاته اللي قالها امبارح، هو بيحترم قرارات الفنيه او قرارات الخاصه بالجهاز الفني. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا: فوز ليفربول على كريستال بالاس 7-0 هو اكبر فوز في تاريخ الريدز في حقبه البريمير ليج، تحديدا خارج ملعبهم، ما حصلتش خالص، اعتقد حصلت قبل كده ان هم فازوا، بس ده كان عام 1890 يعني، ما كانش تحت مسمى البريمير ليج، وكان 10-1 على فريق مدينه معينه يعني، ما كانش الاهتمام زي دلوقتي، لكن في كل الاحوال امر جيد. تحديدا كانت المباراه دي في 1896، خلصت 10-1، كانت ضد مدينه روزرهام، وفي 18 فبراير 1896 تحديدا يعني القرن قبل الماضي. صلاح بيشارك في هذا الانجاز بكل تاكيد بهدفين واسيست كان رائع لفيرمينو في الهدف الخامس. خلينا نروح لحساب ايضا يلا كوره وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا: لندن الى المستوى الرابع للوباء،
هل تتأثر مباراة بريمير ليج بفيروس كورونا؟ رئيس الوزراء في انجلترا اعلن ان خلاص يعني مدينة لندن تحديدا انتقلت من المستوى الثالث من حيث الاصابات في من كورونا فيروس كورونا الى المستوى الرابع. ده هيخليهم ياخدوا بعض الاجراءات الاحترازية الاشد شوية، بما في ذلك غياب الجماهير اللي ابتدوا يعودوا للمدرجات في الملاعب الانجليزية تحديدا خلال الفترة اللي فاتت بعد ما لندن تحديدا راحت للمستوى الرابع. فبالتالي اي مباراه هتتلعب في لندن هتكون من غير جمهور. طيب موقف المباريات اللي هتكون خارج لندن ايه؟ لا هيحضر فيها الجماهير بشكل طبيعي، ده طبقا للاجراءات الاخيره، وبشكل طبيعي جدا هتتلعب كل المباريات في لندن يعني، بس هو الفارق ان هتبقى من غير جماهير. طيب خلينا نروح لماركا وحسابهم على تويتر واللي بيتكلموا فيه على اتلتيكو مدريد وفوزهم بالامس على اليتشي بثلاثيه وتصدر الدوري الاسباني. اتلتيكو مدريد ماشيين بشكل كويس جدا، هو اللي عطلهم شويه مباراه ريال مدريد اللي خسروا فيها اللي شهد تالق بنزيما، اعتقد خسروا 2-0، ده اللي ممكن عطلهم وادى فرصه لعوده ريال مدريد في المنافسه على بطوله الدوري. هنشوف اللي هيحصل خلال الفتره الجايه، برشلونه بعيد شويه، لكن اتلتيكو مدريد هتنافس بشكل قوي جدا جدا على بطوله الدوري هذا الموسم. ودي يعني بعض اللقطات لتصريحات دييغو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد، ومدرب ارجنتيني مميز جدا في الحقيقه، لكن الالقاب ممكن بتغيب عنه شويه، احرز الدوري قبل كده مع اتلتيكو مدريد لكن تشامبيونز ليج ما بيوفقش فيه حتى لما بيوصل للمباريات النهائيه، لكن يبقى الدوري الاسباني من الدوريات الهامه جدا على مستوى العالم. ده فيما يتعلق بالترند العالمي. لسه عندي بقى التفاعل الخاص بحضراتكم ورأيكم في أهم وأفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. نبتدي بشادي محسن واللي قال محمد شريف، أحمد محمد قال كمان محمد شريف وكهربا، ومصطفى يسري قال شيفو في إشارة لمحمد شريف أيضا كان متألق في الحقيقة في هذه الجولة. في عدد كمان من اللاعبين المتألقين في مختلف الأندية الأخرى، لكن في كل الأحوال الدوري المصري هذا الموسم ممتع ومثير للغاية. إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن هو يستمر على هذا المستوى من الإثارة، لأن إحنا بنشوف موسم استثنائي من حيث المستوى. المرة دي إن شاء الله يخلص على خير بدون أي مشاكل. عايز أختم بنجمنا المصري محمد صلاح. الواحد في الحقيقة فرحان جدا بمستواه مؤخرا، وفرحان جدا إن إحنا عندنا لعيب بقيمة كبيرة في الدوري الإنجليزي وأحد أفضل اللاعبين. بالمناسبة السنة دي أكيد صلاح هينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لو استمر بهذا المستوى، لو استمر بهذا معدل من الاهداف اللي بيحرزها. ففي كل الاحوال نتمنى له كل التوفيق. كمان بيج رامي وتريزيجي عندنا يعني نجوم كتير جدا بيرفعوا اسم مصر، لكن يبقى افضلهم وابرزهم هو محمد صلاح اللي نتمنى له كل التوفيق. ليس لدينا المزيد، وغدا كل جديد من نفس البرنامج، حلقه جديده من ترند بكره باذن الله. استنونا، الى اللقاء.